طيب نخلص بقى حتة السياحة. فاكرين كلنا كده كنا بندرس في المدرسة ان مصر جوها معتدل وجاف صيفا وحر شتاء، لحر صيفا ومعتدل شتاء، والجو الجميل ده فاكرينه كلنا طبعا. وفاكرين ازاي ان احنا دايما بنقول احنا جونا جو رائع، بس في حاجة يعني الجلوبال وورمنج ده، او خلينا نقول الزيادة العالمية للحرارة، مؤشراتها بصراحة واضحة في مصر جدا. يعني احنا مفروض في شهر 4 ما يبقاش درجة الحرارة توصل 36. يعني احنا في الشتاء اللي فات قلنا الحمد لله الشتاء ايه ما طولش قوي، يعني هو مطرت يومين حاجة كده، ما يعني ما تقلناش قوي السنة دي، يعني ممكن يوم يومين كده تقلنا، بس بقية الوقت كان هو يدوب بلوفر كان حلو، انما ما كانش فيه البرد الشديد ده. 36 درجة كتير كتير في شهر 4. طب شهر 5، شهر 6، 7 هنعمل فيه ايه؟ رمضان كل سنة وانتم طيبين، هيبقى حر قوي ولا مش حر قوي؟ هل دي موجة وعدت؟ يعني هل هي موجة حرارة كده عدت ولا لا؟ طيب احنا معانا دلوقتي الاستاذ وحيد سعودي خبير الارصاد الجوية. طبعا استاذ وحيد مساء الخير الاول. يا باشا اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الحكايه دي يعني 36 درجه في شهر 4؟ مش متعودين احنا على الكلام ده. لا هو شهر 4 احنا يعني نقول ان احنا في فصل الربيع. في فصل الربيع ممكن انت تشاهد الاربع فصول في يوم واحد. فاحنا طبعا ابتدينا اعتبارا من الامس بدايه موجه حاره هتستمر معانا لغايه يوم الثلاثاء القادم باذن الله. لحد يوم الثلاث الجاي. ان شاء الله. هتبلغ ذروتها يمكن يوم الاثنين والثلاث اللي جايين. النهارده كانت درجه الحراره العظمى في القاهره 35 درجه، من المنتظر ان تسجل 38 39 يوم الاثنين والثلاث. طبعا ده جو طبيعي جدا خلال فصل الربيع، لانه فصل انتقالي تشهد فيه بلاد تقلبات جويه حتى وسريعه. طب تنصح ايه؟ تنصح الساده المشاهدين بايه يا فندم؟ هو طبعا احنا يوم الاربعاء في انخفاض ملحوظ مره ثانيه في درجات الحراره حوالي 8 9 درجات. واقدر اقول ان الجو هيكون يعني دافئ خلال ساعات النهار، لكن اثناء الليل هيرجع تاني مائل للبروده. تمام. فاحنا ما نتعجلش في تخفيف الملابس خلال الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات الاولى حتى نهايه هذا الشهر باذن الله. يوم الاثنين نتجنب الشمس يا فندم ولا لا؟ طبعا النصيحه عدم التعرض لاشعه الشمس المباشره لفترات طويله، خاصه ما بين وقتي الظهيره والعصر، لان خلال هذا التوقيت بتبقى اشعه الشمس عمودية على سطح الأرض ودرجات الحرارة تسجل أعلى درجة على مدار ال 24 ساعة ألا وهي درجة الحرارة العظمى. وطبعا درجات الحرارة اللي بنعلن عنها دي بتقاس في الظل. نعم. تحت أشعة الشمس المباشرة بيبقى إحداثنا بها كما لو كانت أكثر مما هو متوقع ممكن من 7 ل 8 درجات تانية. تمام. أنا بشكرك جدا أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية على هذه مداخلة. يعني ان شاء الله اطمئننا كده بان حالة الجو بعد يوم الاربع اللي جاي هتنزل مرة تانية تعود الى معدلاتها الطبيعية. احنا دلوقتي الحرارة يعني هتزيد لحد يوم الاثنين اللي جاي، يوم الاثنين اللي جاي هتبلغ ذروتها 38 او 39 درجه. كل الساده المشاهدين يعني حاولوا على قد ما تقدروا يوم الاثنين اللي جاي ما نبقاش بقى ايه نازلين في الشارع. طيب